وخلال الاجتماعات المصاحبة لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، فازت مملكة البحرين برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب ممثلة بسعادة النائب زينب عبد الأمير في الانتخابات التي عقدت. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الجزائر سعادة النائب زينب عبد الأمير، نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب بالاتحاد البرلماني العربي. أهلا بك في نشرة الثامنة سعادة النائب، حدثينا عن أهمية هذا الفوز للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في رئاسة طبعا لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب. ضمن أعمال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي المقام في الجزائر ما بين 26 من مايو 2024 حتى 27 من مايو، عقدت اجتماعات اللجان الرئيسية للاتحاد البرلماني العربي، حيث فازت مملكة البحرين بالانتخابات في رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب في الاتحاد البرلماني العربي، وتعد هذه اللجنة واحدة من أهم اللجان الرئيسية في الاتحاد البرلماني والتي تهتم بقضايا المجتمع والشباب والمرأة والطفل. والبحرين اليوم بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحمل حقيبة ثقيلة مثقلة بقضايا العرب بشأن المرأة والطفل والمجتمع والشباب. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بدعم وإيمان من جلالة الملك بالمشروع الإصلاحي والذي رسخ أسس الديمقراطية المتكاملة التي ترتكز على مقومات قانونية وتشريعية راسخة، وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول العصرية المتقدمة من خلال رؤية حكيمة وضعها المشروع الإصلاحي لجلالته. ونؤكد على الدور المحوري الداعم للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة سيدة البحرين الأولى سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتمكين المرأة البحرينية في شتى المجالات وتشجيع حضورها الدائم على الساحات السياسية وتشجيع التمثيل السياسي للمرأة. كل هذه الأسس كانت أرضيتنا الصلبة واللبنات الأساسية التي أهلتنا للفوز وتحقيق هذا الإنجاز. فزنا اليوم بالانتخاب بغالبية الأصوات بدعم من الدول العربية المؤمنة بدور البحرين القيادي في مجال قضايا المرأة والطفل والشباب والمجتمع، وحظيت مشاركتنا بإشادات عربية من الدول العربية تزامنت بالدور الريادي والسيادي والقيادي الذي تقوم به مملكة البحرين بقيادتها لقمة البحرين. ختاما أرفع شكري لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفكره الإصلاحي الذي جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا، وإلى صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعمها الدائم وتمكينها للمرأة البحرينية حتى وصلت المرأة البحرينية وتبوأت أعلى المناصب. من الجزائر سعادة النائب زينب عبد الأمير، نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب بالاتحاد البرلماني العربي، شكرا جزيلا لك.